طابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون رشاد. وفي النشرة تتابعون: اللواء عبد الغني هامل يبرر اعتقال المنوئين للعهدة الرابعة وينفي استعمال العنف ضدهم، وجلال سفيان يصف تدخل الشرطة بالقمع العنيف، سقوط جرحى في اشتباكات بين السكان في غردايا، سلال يتفقد مشاريع في تيبازا وينتقد من سماهم دعاة الفتنة في البلاد، مواجهات في ورقلة بين بطالين وقوات مكافحة الشغب، اجتماع لأحزاب وشخصيات معارضة لإيجاد خطة عمل سياسية بعد انسحابهم من الترشح للرئاسيات، والتنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين تدعو إلى وقفة تضامنية مع المختطفات وزوجات وأمهات المختطفين. برر إذن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل برر أمس اعتقال العشرات في صفوف المحتجين ضد النظام وترشيح بوتفليقة لعهدة الرابعة وسط العاصمة. وقال هامل إنه من واجب قوات الشرطة تفريق التجمعات غير المرخصة، ونفى المتحدث استعمال أي عنف ضد المحتجين الذين تم إطلاق سراحهم ساعات بعد التوقيف. وتأتي هذه التصريحات وسط حديث عن ازدواجية في تعامل رجال الشرطة بالزيين الرسمي والمدني تجاه التجمعات، إذ يعتقل كل من يتلفظ بمناوئة النظام أثناء الوقفة حتى في تصريحات للإعلام، بينما لا تلتفت الشرطة إزاء المناصرين للعهدة الرابعة وسط انتشار كثيف ولافت لرجال الشرطة بالزي المدني والشاحنات التي تقل عشرات الموقوفين. احتجاج أمس الخميس حضره رئيس حزب جيل جديد جلال سفيان المنسحب من سباق رئاسة الجمهورية بمجرد إعلان بوتفليقة ترشحه. وقال جلال إن الوقفة قمعت بقوة من قبل قوات الشرطة واصفا تدخلها بالعنيف، وأضاف جلال أن استعمال القوة دليل على ذعر النظام وانزعاجه من التحرك الشعبي الذي حضره قياديون سياسيون وإعلاميون وصحفيون ومواطنون، مضيفا: سئمنا من هذا الرجل بين الحياة والموت ومن العصابة المحيطة به. جرح العشرات في اشتباكات في حي بابا والجمة في غردايا أمس الخميس. وقال خضير باباز عضو خلية التنسيق والمتابعة في أحداث غردايا أن الاشتباكات وقعت الساعة 5:30 مساء، وقد تدخلت قوات الشرطة والدرك لتفريق المشتبكين وإعادة الهدوء. قام الوزير الأول عبد الملك سلال أمس الخميس بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيبازا لمتابعة تنفيذ برنامج الرئيس في الولاية. وقد زار سلال قطبا جامعيا جديدا وتفقد مدى تقدم وتطبيق مشاريع اجتماعية واقتصادية أخرى في الولاية. وبينما يتحدث سلال عن مواجهة النقائص والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الولايات التي زارها، ينتقد متابعون زيارات سلال من ولاية إلى أخرى منذ 5 أشهر على أنها حملة انتخابية مسبقة بأموال عمومية لصالح العهدة الرابعة للرئيس. زيارات خاطفة استغلها سلال هذه المرة لتوجيه دعوة إلى كل من سماهم دعاة الفتنة والمغامرين لجعل مصلحة البلاد فوق كل اعتبار والكف عن المساس باستقرار البلاد على أبواب استحقاقات رئاسية، في إشارة منها إلى المناوئين للنظام الحاكم ولترشح بوتفليقة لعهدة الرابعة الذين يخرجون كل أسبوع إلى الشارع، أو المرشحين للرئاسيات الذين انسحبوا قبل تقديم ملفات ترشحهم احتجاجا على ترشيح بوتفليقة للرئاسيات المقبلة. اندلعت الأربعاء في ورقلة مواجهات بين مجموعة من البطالين وقوات مكافحة الشغب بساحة الشهداء وسط المدينة. جاء ذلك بعد وقفة نظمها العاطلون صباحا رفعوا خلالها شعارات منددة باللا مساواة في الوكالة الوطنية للتشغيل والتعامل السري في توزيع المناصب حسب المحتجين، كما ردد هؤلاء هتافات ضد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة.
وقد استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع استعمالا مفرطا حسب شهود لتفريق البطالين الذين رشقوا أعوان حفظ النظام بالحجارة وسط طوق أمني من قبل قوات الدرك والشرطة أثناء تجمع طالبوا فيه بمناصب عمل بالشركات. وقد تسببت الاحتجاجات في شل حركة المرور عبر عدد من المسالك منها طريق الوزن الثقيل بين حيي النصر وزينة اللذان شهدا احتجاجات شنها بطلو المنطقتين للمطالبة بمناصب عمل في مشروع الطريق والاستفادة من المحلات التجارية التابعة لمحطة نقل المسافرين الجديدة. ودعا المحتجون إلى اعتماد الشفافية في التوظيف وطالبوا بتدخل لجنة وطنية حيادية لتقصي حقيقة التجاوزات والخروقات في قطاع التشغيل بالولاية. اجتمع أمس في مكتب أحمد بن بيتور 4 أحزاب سياسية قاطعت الرئاسيات، وذلك لإيجاد خطة عمل مشتركة إزاء الوضع السياسي والانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل. وقد حضر الاجتماع عبد الرزاق مقري عن حركة مجتمع السلم، ومحمد دويبي عن حركة النهضة، ومحسن بلعباس عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والأخضر بن خلاف وعمار خبابة عن جبهة العدالة والتنمية التي يرأسها جاب الله. ويرتقب أن يصدر هؤلاء بيانا مشتركا الأحد المقبل. إلى ذلك يحضر رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور لعقد اجتماع تنسيقي آخر مع نشطاء حقوقيين وسياسيين وممثلين عن المجتمع المدني في الأسبوع المقبل. دعت التنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين إلى وقفة لرد الاعتبار للمختطفات وزوجات وأمهات المختطفين الذين وصفتهم بضحايا بطش رجال أمن النظام الجائر. ودعت التنسيقية كل مساندي النضال النسوي المستمر إلى وقفة صباح الغد أمام ديوان والي قسنطينة بالتزامن مع عيد المرأة حسب ما ورد في بيان التنسيقية. ونذكر ختاما باستمرار اعتقال كل من المدون عبد الغني علوي لليوم 173 على التوالي، كذا المدون عمر فرحات لليوم 24. إليكم الآن مختارات كاريكاتير اليوم من مختلف الصحف الوطنية. يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت rashad.tv لمشاهدة البث الحي للقناة ومتابعة برامجنا المسجلة. زوروا أيضا صفحتنا على فيسبوك وراسلونا عبر بريد القناة بصور الأحداث من حولكم، كذا باقتراحاتكم ودعمكم الحيوي. النشرة انتهت، طبتم وإلى اللقاء.